الحق الحق خير فيصل ماله طلع خضير حازم ما طلع فيصل ست شفرات حازم ما طلع فيصل ست شفرات وحات السنجج راي واخواتك ست وراي اطلب عالبليفون سلامي روح جيب 12 باص هات الأبسية وفات نترك له عوجه علامي وطلع من مرتي ثلاثة إني ما راجع عالدار مش راجع إلا مش راجع إلا إلا وراسه معي يا لطيف ولعت هذا بصير يا ابو اسلام هذا بصير حكي والله لا بط واحد والله يا جماعه الخير واحد والله يا جماعه الخير احرم الفرجين احرم الفرجين اللي بقرب عليه يا ولد ظهره سلامي الشباب متسود يا سلامي جدع سلامي يا عمي جدع سلامي هيو يا ابو عادل ابو عادل تعال تحل هالمشكله يا ابو عادل اكسر مخه يا ابا مالك الحق خير برا ماله يا هفتي ابو حازم طالب هدنة ثلاث ايام هي هو اخمه طويل ولا ماكل ابو حازم طالب هدنة ثلاث ايام كل 14000 ليره بده يدفع فراش العطب وعوام جيبوا غرفا وحمام خليها تهدي اعصابي 50000 ليره تمام غير هيك ما في كلام ولا بورجيهم حركاتي وطلع من مرتي ثلاثي اني ما رايح ارتاح مش رايح الا مش رايح الا الا وجيبي ملان ابو حازم يا اخي اتفضل على كل حال احنا مش طمعين زي ما جاها شباب شو طلبنا المصريات 50000 ليره هدول هون خليهم معاك بس انا بدي اتعلم هذا الولد والله عشان هيبتك يا حاج انت يعني وبارك الله فيك على كل حال وان شاء الله هاي شغله ما بتتكرر ان شاء الله ان شاء الله انه لولد الولد